مرحبا، أهلا بكم. هذه جلسة تنفس موجهة لنسترخي بعمق بوضعية الاستلقاء أو الجلوس أو بأي وضع مريح لكم. استرخوا. هل أنتم جاهزون لنبدأ؟ الجولة رقم 1. شهيق زفير، شهيق زفير. تابع مجرى التنفس. من الداخل إلى الخارج، إلى الداخل ثم الخارج، إلى الداخل ثم الخارج، إلى الداخل ثم الخارج. من البطن إلى الصدر ثم زفير مثل أمواج البحر، اجعلها دائرية. شهيق عميق، زفير. استمر، لا توقف بين الشهيق والزفير. عشرة مرات بعد. شهيق عميق، زفير. خمس مرات بعد. دعونا نستخدم كل طاقتنا. للمرة الأخيرة، شهيق عميق، زفير. حسنا، لنحبس النفس لمدة 30 ثانية لنكون حاضرين في هذه اللحظة وندع الجسم يكون حاضرا ويشعر بحرية. نراقب نبضات قلبنا، نبطئها قليلا لنكون حاضرين في هذه اللحظة. حسنا، شهيق للراحة. 5 4 3 2 1. نفس عميق ونحبسه لمدة 15 ثانية. استعدوا. زفير بعد 3 2 1. ليخرج كل الهواء. الجولة الثانية. شهيق زفير، شهيق زفير. من الداخل إلى الخارج ثم الداخل إلى الخارج. شهيق زفير. من البطن وصولا إلى الصدر، زفير مثل أمواج البحر بشكل دائري. تنفس بعمق، زفير. نستمر، لا توقف بين الشهيق والزفير. عشرة مرات بعد. نفس عميق، زفير. أنفاس دائرية عميقة. خمسة أنفاس بعد. لنتنفس بكل طاقتنا. آخر نفس. شهيق عميق، زفير. توقفوا.
لنحبس أنفاسنا لمدة دقيقة. راقب نفسك، أشعر بجسدك. إذا حصل وخز في اليدين والقدمين أو درجة حرارة الجسم تغيرت، فهذا أمر طبيعي. أنت تقوم بعمل رائع. إذا احتجت التنفس قبل أن أعطي الإشارة، لا توجد مشكلة. هيا، تكاد أن تصل. إذا أردت إطالة حبس أنفاسك، أوقف الفيديو الآن واستمر عندما تشعر بالحاجة إلى التنفس. وعندما تكون جاهزا، شهيق عميق ونحبس أنفاسنا لمدة 15 ثانية. الزفير بعد 3 2 1. زفير. الجولة رقم 3، العودة إلى هذا الإيقاع. شهيق، زفير، شهيق، زفير. شهيق، زفير. من الداخل إلى الخارج، من البطن إلى الصدر، وزفير مثل أمواج البحر وبشكل دائري. شهيق عميق، زفير. فقط نستمر، لا نتوقف بين الشهيق والزفير. عشرة مرات بعد، شهيق عميق، زفير. أنفاس دائرية عميقة. خمسة أنفاس بعد، دعونا نستخدم كل طاقتنا. النفس الأخير، شهيق عميق، زفير. لنتوقف، فلنحبس أنفاسنا لمدة 1.5 دقيقة. التركيز على الدم الذي يجري في عروقنا. قلبنا ينبض، نراقب. ثلاثون ثانية متبقية. هيا، نكاد أن نصل. إذا أردت إطالة حبس أنفاسك، أوقف الفيديو الآن واستمر عندما تشعر بالحاجة إلى التنفس. حسناً، شهيق واستمر لمدة 15 ثانية.
الزفير في 3 2 1 زفير. ندع نفسنا يعود إلى طبيعته. عندما ننتهي من الجولة نحرك جسدنا ببطء بدءا من الأصابع وأصابع القدمين. ندع نفسنا يعود إلى طبيعته. شكرا لحسن إصغائكم، وأتمنى لكم ليلة سعيدة أو يوما جيد وحياة طيبة. كل الحب، كل القوة.